قناة السويس القديمة تكلفت 20 مليار جنيه، والهدف ما كانش إن إحنا نقيم قناة أخرى فقط، لا غير. قناة السويس منذ إنشائها وهي تستخدم كممر مائي، ولكن الهدف من قناة السويس تنمية محور قناة السويس، إنشاء الصناعات والمناطق الصناعية الدولية على جانبي القناة. يعني لما يكون عندي على جانبي قناة السويس منطقة صناعية دولية للصين ضخمة، لإنجلترا، لألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كل دول العالم، وأنشأنا تلك المناطق الصناعية الضخمة على جانبي القناة، هنا أمننا قناة السويس، لأن أي عدوان على القناة هيعتبر عدوان على العالم كله. ده الهدف من تنمية محور قناة السويس. أيضاً الهدف الأكبر والأهم، وطبعاً دي مش معلومة ولكن قرأتها في أحد الصحف التي يصدرها الكيان الصهيوني عن الأنفاق تحت قناة السويس. تحت قناة السويس عن الإسماعيلية في نفقين للسيارات وأنفاق ضخمة ونفق للسكة الحديد، وعند بورسعيد في نفقين للسيارات ونفق للسكة الحديد. سيناء تلك مساحة مصر ظلت مطمعا منذ فجر التاريخ لكل قوى الغزو التي جاءت إلى مصر. الصحيفة الإسرائيلية بتقول إيه؟ عندما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه القوات المسلحة جاهزة لأن تنشر قوتها خلال 6 ساعات في كل أنحاء القطب، لم يكن يقصد أن تنتشر القوات المسلحة ضد ثوار أو ضد حتى مخربين، ولكن قالت الصحيفة الإسرائيلية أن هذه الكلمة هي الهدف من وراء الأنفاق، أن تنتشر قوتنا المسلحة في سيناء إذا ما تم العدوان عليها من خلال هذه الأنفاق. ده العدو الصهيوني اللي قال كده.